مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم بتحية الاسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من ميدان الذيد ومن مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رعاه الله، حيث ننطلق في سادس ايام هذا المهرجان وفي يوم الختام على فترتيه الصباحية والمسائية والخاصة بسن الحول والزمول. اليوم يوم الخميس 30 من شهر ديسمبر الحالي لعام 2021 للميلاد، اليوم ذروة السنام في ختام هذا المهرجان الذي يحمل النسخة 11. ننطلق هنا مشاهدين الاعزاء ضمن انطلاقة 18 شوطا في الفترة الصباحية والخاصة بسن الحول والزمول، والتي توزعت ما بين الحول والزمول المحليات والمهجنات الاصايل، اول 4 اشواط كالمعتاد لأبناء المنطقة في منافسة رائعة وجميلة ودعم لهذه الرياضة العربية الأصيلة والمحافظة على هذا الموروث الأصيل. هنا مشاهدين الأعزاء ينطلق الشوط الأول الخاص بالحول المحليات الأصايل، 8 كيلومترات هي الحاضرة، المسافة المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق. نسير لنتعرف على هذه الأسماء، على هذه الشعارات القادمة للمنافسة وللتتويج في النسخة 11، مباشرة إلى الصدارة، مباشرة إلى الثرية. سالم بن محمد بن مترف الطنيجي يقدم لنا الثرية، خذت المركز الأول، بينما المركز الثاني الكورة لسيب بن نايع بن سالم بالشاوي الغفلي، ونقلتنا إلى المركز الثالث مع صبا لسعيد بن ضحي بخليفة الكعبي، غيرت إلى المركز الثاني. نقلتنا إلى المركز الرابع لأجد هناك عسيلة، علي بخلفان بالشاوي الغفلي يقدم لنا عسيلة اللي خذت المركز الرابع، بينما المركز الخامس القدوم من بشاير، سلطان بن سيب بن مبارك بن غويث الكتبي خذت المركز الخامس والمركز السادس. التقدم هناك من اليافل، حمد بن محمد بن عمران الكتبي يقدم لنا ايضا اليافل بدخول قوي ورائع. ايضا تحدياتي تغرودة لفارس بن سعيد بن ضحي الكعبي يقدم لنا تغرودة، ولكن الزاوية الاخرى والسياج الخارجي. هناك ايضا من يصل في هذه اللحظات مع محبة، مطر بن عبد الله بن سالم بالشاوي الغفلي يقدم لنا محبة في هذه الانطلاقة. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، وفي هذه التحديات الجميلة على المراكز المتقدمة في هذا الشوط، الوصول على المركز التاسع، الوصول هناك من هملولة، محمد بن راشد بن عبيد الكتبي يقدم لنا هملولة في هذه اللحظات، بينما هناك القدوم من وصلت في هذه اللحظات، هذه عروبة، عروبة وصلت لراشد بن سيف بن علي بالضحاك الشامسي، يصل عروبة أحد الأسماء القوية من شاركت معنا في النسخة 10 وكانت الوصيفة في الشوط الأول على طيف لحمد بن بطي الغفلي في ذلك اليوم حينما كانت عروبة بالمركز الثاني. إذا هنا مشاهدين الأعزاء أتى بالضحاك ليبحث عن النسخة 11 حينما قدم عروبة في هذه اللحظات تأخذ المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى مع صبا في المركز الأول، سعيد بن ضحي بن خليفة الكعبي، الكعبي على المركز الأول، الكعبي على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى، يأتي من خلال هذه المنافسة وهذا الأداء الذي قدم شعار الكعبي على المركز الأول، بينما الثرية في المركز الثاني. سالم بن محمد بن مترف الطنيجي يأتي في المركز الثاني والمركز الثالث بشاير لسلطان بن سيف بن مبارك
بن غويث يتقدم على المركز الثالث، بينما هنا الرابع وصلت فيه هملولة. محمد بن راشد بن عبيد الكتبي يقدم لنا هملولة في هذه اللحظات على المركز الرابع. هنا المركز الخامس مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، والأداء المتميز هنا أيضا الدخول، وأيضا هناك الكرة سيب النايع بسالم الشاوي الفلي، نتمنى لها التوفيق بإذن الله تعالى من خلال هذه المشاركة. خذت المركز الخامس، بينما المركز السادس هذه محبة مطر بن عبد الله بن سالم بن شاوي ايضا يتقدم الاكتبي. هناك مطر بن عبد الله بن سالم بن شاوي الاكتبي مع محبة من الزاوية الاخرى، بينما هنا شعار ايضا عسيلة علي بن خلفان بن شاوي الغفلي يقدم لنا عسيلة، وهنا فرح جاسم بن مصبح بن عبيد الطنيجي يتقدم مع نوعية فريدة واداء متميز من خلال هذا الأداء الجميل وأيضا التحدي المميز هناك من خلال هذه الشعارات. هناك الثمان المراكز الأولى المتقدمة، ناخذ المركز التاسع. المركز التاسع وصلت عروبة، راشد بن سيف بن علي بالضحاك الشامسي يتقدم مع عروبة، بينما المركز العاشر من القادم في المركز العاشر في عاشر المراكز اليافل، حمد بن محمد بن عمران الاكتبي يقدم لنا اليافل في هذه اللحظات. هكذا مشاهدين الاعزاء هكذا نعود الى مقدمة الشوط، حيث بشاير غيرت، بشاير غيرت المركز الاول والصدارة الاولى ومقدمة هذا الشوط. ما شاء الله الصدارة الاولى والمقدمة عند هلطو السامان يتقدمون بمقدمة هذا الشوط، بينما هملولة في المركز الثاني، محمد بن راشد بن عبيد الكتبي خذ المركز الثاني، بينما هناك المركز الثالث وصلت المركز الثالث هذه اللحظات اللي هي ايضا صبا القادمة لسعيد بن ضحيب خليفة الكعبي يتقدم من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذه التحديات الجميلة على المركز الثالث. المركز الرابع من يتقدم في رابع المراكز وفي تحدياته هناك الثرية سالم بن محمد بن مترف الطنيجي يأتي في المركز الرابع، بينما المركز الخامس اللي وصلت في خامس المراكز هذه القادمة في المركز الخامس بوصول فرحة جاسم بن مصبح بن عبيد الطنيجي، وهنا ايضا عسيلة علي بن خلفان بشاوي الاغفلي، والقدوم من عروبة القادمة لراشد بن سيف بن علي بالضحاك الشامسي يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا انطلاقة عروبة خذت المركز السادس في هذه اللحظات، بينما المركز السابع عفوا خذت المركز السابع. المركز الثامن الوصول بثامن المراكز بدخول مميز، هناك ايضا اليافل حمد بن محمد بن عمران الاكتبي، وهناك ايضا اللي هي محبة مطر بن عبد الله بن سالم الشاوي الاكتبي وصل في هذه اللحظات، وهناك ايضا الشعارات القادمة من المناطق الخلفية، الشعارات ايضا التي تبحث عن الفوز وعن الانتصارات المميزة في عالم الأصائل، بينما هناك القادمة أول نداء لهبايب سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث الاكتبي خذت المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، هكذا النتيجة، هكذا الأسماء القوية مشاهدينا ومتابعين الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود الى مقدمة هذا الشوط والمركز الاول، الصدارة الاولى، التحديات المثيرة هناك مع ايضا اللي هي بالصدارة بشاير سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث يقدم لنا بشاير على المركز الاول على الاندفاع الاول، بينما المركز الثاني هناك هملولة في ثاني المراكز وفي تحدياتها المميزة ليتقدم محمد بن راشد بن عبيد الاكتبي مقدما لنا هملولة في ثاني المراكز. الطنيجي وصل مع الثرية سالم بن محمد بن مترف الطنيجي يقدم لنا هذا الشعار، تألق في يوم الأمس على ما أعتقد من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذه التحديات المميزة. هناك مشاهدين الأعزاء
متابعينا الكرام، المركز الثالث شعار الطنيجي يقدم لنا ايضا سيمفونية رائعة من خلال هذه المنافسة الجميلة يوم الامس، ايضا يستطاع ان يقدم لنا شعاره المميز مع ايضا سالم الطنيجي، وقدم لنا غند يأتي اليوم بشعاره المميز ليقدم انطلاقة رائعة وجميلة في المركز الثالث. صبا تأتي في المركز الرابع، صبا لسعيد بن ضحي بخليفة الكعبي، ايضا يبغى لها مراقبة، احد الاسماء القوية والقادمة لعالم الاصايل. بينما المركز الخامس، المركز الخامس الوصول بخامس المراكز القادمة عروبة، تحرك راشد بن سيف بن علي بالضحاك الشامسي على خامس المراكز. والمركز السادس هناك هبايب سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث، بينما هناك ايضا عسيلة علي بن خلفان بشاوي الغفلي يتقدم في هذه اللحظات. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذا التحدي، وهناك ايضا صبا لسيف بن مبارك بن غويث الكتبي وصل في هذه اللحظات، بينما ايضا الوصول الاخر من خلال تواجد شواهين سالم بن راشد بن دغيش الكتبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام وانطلاقه هذا اليوم في تحديات مميزه، في تحديات مميزه، في اداء كبير للغايه، في اندفاعات رائعه وجميله، في ايضا انطلاقات الاسماء. وصلت الخليج، وصلت الخليج، اول نداء للخليج ليتقدم سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش، ولكن افتتحنا بوابة الكيلو الاخير، الكيلو الاخير. انطلقت الصدارة وين؟ المركز الاول، المركز الاول مع بشاير، سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث مع بشاير على المركز الاول، على الاندفاع الاول. تحركت هملولة، هملولة محمد بن راشد بن عبيد الكتبي يقدم لنا هملولة على المركز الثاني. هناك تحديات هملولة وانطلاقة بشاير في المركز الاول. ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء المتميز والجميل. سلام طوي السامان، سلام على هذا الفوز، على هذا الانتصار، على هذا الانفراد. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، فيما ياتي هنا ايضا شعار بن غويث، تهانينا لايضا مالكي بشاير سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث، وتهانينا المطر بن غويث الذي يتابع دائما هذه الانطلاقات ويوزع الجهد في الشوط بايضا حنكه وفكره في عالم الاصايل. تهانينا والناموس، سلام طوي السيمان، سلام. تهانينا والناموس لمالك بشاير سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث الكتبي على هذا الانفراد، لتحيي الجماهير بالفوز والانتصار. تهانينا والناموس ولحظات الوصول مع خط النهايه، تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز، لحظات الوصول ولحظات الفوز الجميل. بينما المركز الثاني، من وصلت في ثاني المراكز مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هناك المركز الثاني هملوله لمحمد بن راشد، ايضا ياتي هناك محمد بن راشد بن عبيد الكتبي. المركز الثالث هناك مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هناك المركز الثالث وصول من صبا لسيف بن مبارك بسيف الكتبي، من وصل في ثالث المراكز. المركز الرابع ايضا تحديات الخليج سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش. المركز الخامس اللي وصلت هبايب سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث، والمركز الثامن الخامس. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت الخليج سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش، والمركز الخامس هي هبايب سلطان بن سيف. التوقيت الزمني 12:56، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكي بشاير سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث الكتبي. بينما المركز الثاني هناك هملولة، تهانينا لمحمد بن راشد بن عبيد الكتبي، قطعت المسافة في 12:59 و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت فيه ايضا صبا سيف بن مبارك بسيف بن غويث الكتبي، تهانينا لبن غويث حيث قطعت المسافة في 13:02، 4 أجزاء من الثانية. المركز الرابع كانت الخليج لسلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش، تهانينا والناموس حيث قطعت المسافة ب 13:04.2 ثواني. تهانينا لو الناموس. المركز الخامس وصول من هبايب لسلطان بن سيف بن مبارك بن غويث الكتبي،
ب 13.4 ثواني 5 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد